خبر مفرح لكل العراقيين، اللجنة العليا تقرر عدم فرض حظر الشامل للتجوال خلال الأيام المقبلة. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق والوظائف. قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة. حيث قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم الاثنين عدم فرض حظر التجوال شامل خلال الأيام المقبلة. وذكر مصدر للعراقية الإخبارية أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت عدم فرض حظر تجوال شامل خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن أوقات حظر التجوال الجزئي تكون من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وكانت وزارة الصحة قد اقترحت حظر تجوال شامل لمدة 4 أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا. متابعين الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والمهمة. تحياتنا لكم.